بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أثبتنا في الحلقة الماضية بطلان نص هكذا أحب الله العالم، واللي جه في يوحنا الإصحاح الثالث عدد 16، واللي بيستدل به المسيحيين على صلب المسيح عليه السلام بحسب اعتقادهم. وضحت بالأدلة تحريف النص، وإن الله حسب النص بيحب المؤمنين به بس، أما غير المؤمنين به ليهم النار وبحيرة الكبريت. والنهاردة بإذن الله هنشوف نص آخر في الكتاب المقدس بيستدل به المسيحيين على صلب المسيح عليه السلام، وهو بمثابة بشارة مزعومة بيعتقدوا إنها بشرت باللي هيحصل للمسيح ورفعه وموته على الصليب. والبشارة دي هي رفع المسيح كحية موسى عليه السلام، واللي بيقولوا انها دليل قوي على ان المسيح بشر بقيامته وارتفاعه. والنص اللي بيستدلوا بيه هو: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ان الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الإنسان. إيه قصة الحية في البرية دي؟ القصة موجودة في سفر العدد. الشعب أخطأ، ربنا سلط عليهم حيات مسمة، حية تلدغ الواحد يزرق ويموت في دقائق، وبدأت الناس تموت. وموسى صرخ لربنا: طب بعمل إيه؟ قال له: اعمل حية من النحاس وارفعها على سارية، اللي يتلدغ بالحية يبصلها يخف. والقصة دي أحداثها بيحكيها الكتاب المقدس في سفر العدد الإصحاح 21. وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. بيقولوا عن من اللي ربنا كان ينزله لهم كل يوم الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة، تعابين بتلدغ وبتموت في الحال. فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب. فقال الرب لموسى: اصنع لنفسك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. والقصة دي واضح إنها قصة خيالية وغير حقيقية. دخلت لبني إسرائيل في فترة انقسام من مملكتين وعبادتهم للأوثان، وبعد كده استغلها الصدوقيين، والصدوقيين دول طائفة من طوائف بني إسرائيل ظهرت في الفترة المكابية، وكانوا بيمثلوا طبقة الكهنة الإرستقراطية. ولما أحرق اليونانيين كتب بني إسرائيل، أعاد الصدوقيين كتابة الأسفار الخمسة الأولى، وبالتالي استعادوا قصة الحية المزيفة دي وأقحموها في النصوص علشان تساعدهم في نشر أفكارهم والترويج لصناعة الأيقونات والتماثيل تشبها باليونانيين. وعبادة الثعبان كشفاء من لدغات الثعابين كانت في مدن كنعان قبل مجيء بني إسرائيل. فعبادة الثعابين كانت منتشرة في الأمم الوثنية، وكان منهم مصر وبلاد كنعان، وده معناه إن بني إسرائيل لما اندمجوا مع سكان المنطقة أخذوا منهم الطقوس دي ونسبوها لسيدنا موسى عليه السلام. وعلماء اليهود أقروا ببراءة سيدنا موسى عليه السلام من صنع الحية النحاسية، وأكدوا أنها انتقلت إلى بني إسرائيل بعد أخذ سيدنا داود عليه السلام مدينة أورشليم. والدليل موجود في موقع جويش فارشوال لايبراري، ونقرأ النص اللي بيقول: يقر علماء اليهود بأن قصة الحية النحاسية اللي بتشفي من لدغات الثعابين بالنظر إليها كانت قد دخلت لبني إسرائيل من كنعان، وأن ربطها بسيدنا موسى كانت شائعات، فهي لا يمكن أن تكون وصلت إلى بني إسرائيل إلا بعد استيلاء سيدنا داود على أورشليم، فأخذوها من سكان المناطق المحيطة، فظهرت القصة الشعبية التي تنسب تلك الحية إلى سيدنا موسى بعد انقسام المملكتين، ولذلك قام الملك حزقية بسحقها.
وعدم الإشارة إلى الحية النحاسية في قصص الأنبياء في الكتاب المقدس بيأكد أنها قصة مزيفة وعبادة وثنية انتشرت في بني إسرائيل في زمن فسادهم. ولما انتقلت القصة دي لبني إسرائيل بشكلها المحرف كانت السبب في تقديسهم لعصاية ملفوف عليها تعبان في وقت من الأوقات، علشان كده كسرها الملك حزقية. فنقرأ في سفر الملوك الثاني: وفي السنة الثالثة لهوشع ابن أيلة ملك إسرائيل ملك حزقية ابن أحاز ملك يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله. وتعالوا مع بعض نشوف شرح للي عمله الملك حزقية في قاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية المسيحية، شرح كلمة حية النحاس، الحية النحاسية. وما فعله حزقية من سحق تلك الحية كان بالغ الأهمية، لأن عبادة الحيات كانت واسعة الانتشار في الديانات الوثنية في الشعوب حولهم، وقد وجدت حية نحاسية في جازر، وسارية نحاسية على شكل حية في حصور، وحية نحاسية مذهبة في أحد المعابد في تمنة. وكانت الفراعنة يزنون تيجانهم بتماثيل الكوبرا المصرية رمز الآلهة آديو حامية مصر السفلى. لو كانت الحية النحاسية صنعها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالفعل بناء على أمر إلهي، فكان من المستحيل أن يحطمها الملك حزقية ويخرف أمر الرب. لكن بمرور الزمان تناقل بني إسرائيل القصص المزيفة وقدسوا الحية، علشان كده سحقها الملك حزقية. وفي دليل قوي على تحريف القصة دي وعدم معقوليتها، فمش معقول ان ربنا يحذر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اليهود من صناعة التماثيل ويخوفهم بان لو عملوا تماثيل ربنا هيبدهم، وفي نفس الوقت نلاقيه هو بنفسه بيصنع تمثال وصنم ليهم. فالقصة دي تتعارض مع ما ورد في سفر الخروج: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي. أيضا سفر التثنية: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا ركسا لدى الرب، عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء، ويجيب جميع الشعب ويقولون آمين. وبالعودة إلى قصة الحية النحاسية، فهي ما تنطبقش على المسيح اللي جه لوضع حد الآلام مش علشان يصنعها ويتسبب فيها. وفي علماء مسيحيين اعترضوا على دلالة رمز الحية على المسيح، زي الأب متى المسكين لما قال في كتابه شرح الإنجيل متى الجزء الأول صفحة 228: لقد راجعنا الآباء فيما قالوه عن الحية النحاسية، غير أننا لم نعثر على كبد الحقيقة. إن هذه الآية إن حملت على معناها الظاهر منها، فهي تشكل إدانة صريحة للسيد المسيح عليه السلام لا فضيلة له، لما تحويه الحية من رمز للخطيئة ورفعها لشفاء الناس من لدغ الأفاعي، يعني إنه لا يمكن الشفاء إلا بجنس المرض. لذلك فإن تطبيق هذه البشارة على المسيح يعد إساءة له لا فضل، زي ما قال متى المسكين وزي ما قال غيره من علماء المسيحية. والمسيح بذاته قال إن التعبان النحاس ده يرمز لي، ده طبعا شيء غريب جدا. هتقولي ليه شيء غريب جدا؟ لان لو المسيح ما قالش الكلام ده وقف نجيب لبيب يوعظ ولا غيره،
ولا الأسيس مارتن ولا أي أسيس ولا أسقف ولا حد يقول لك التعبان. التعبان يرمز للمسيح عيسى ابن مريم، تقول استغفر الله العظيم، ده المسيح ده الوحيد الذي لا يمسسه الشيطان، ازاي تقول عليه تعبان؟ تفهمني ولا انت معايا ولا مش معايا؟ يعني ده سر غريب، ازاي التعبان اللي من نحاس المسيح يقول انه يشبهه؟ او واحد واعظ لو المسيح ما قالش وقف قال سأفسر لكم الآية ان التعبان الذي رفع على الخشبة يرمز للمسيح، اقول له احترم نفسك وانزل. المسيح اللي صنع المعجزات شبهه بتعبان، انزل احترم نفسك واحضنه كده وقول له بتحصل فحصن عائلات ونزل من على المنبر. بأمانة نزل من على المنبر، ازاي يعني تشبه التعبان بالمسيح؟ عيب. فواضح ان المسيحيين ما خدوش بالهم وهم بيستشهدوا بقصة الحية النحاسية كدليل على صلب المسيح عليه السلام، انهم كده بيهينوا المسيح لانهم شبهوا المسيح عليه السلام بالحية الملعونة واللي جعلوها بديل للشيطان وقالوا عنها انها احيا الحيوانات البرية. وكانت الحية احيا لجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. نقرأ من سفر رؤيا يوحنا. فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان، الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان، الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. فالحية النحاسية كانت رمز للحياة الخبيثة ورمز للشيطان. فهل يا مسيحيين المسيح بالنسبة ليكم رمز للشيطان؟ ولو قلتوا أيوة فالمفروض تكسروا الصليب زي ما صاحك الملك حزقية الحية النحاسية على الراية. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وعرض وتحليل لنص آخر يستدل به المسيحيين على صلب المسيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله؟ سميع يستجيب لمن دعاه. وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق مشدودا قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخانطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك
تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه.